أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين، وأخرج ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت وحيت القبرداسي: بينما نحن عند عائشة رضي الله تعالى عنها وقت أن عائشة لجوغني أن لفديني، قالت وحيت القبرداسي: فذكرنا وحان شيقني نساء قريش، قريش دو مركادي من سوها ذا القادني، وفضلهن أي أن سوها ذا القادني. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحيتري: للنساء قريش لفضلا، قريش دمر كاذو فضل بيليهن، وإني والله ما رأيت ما أرقبتري أفضل من نساء الأنصار، لكن أنصار دمر كاذا وحكى فضل بدل ما أرقبتري عائشة حقيقة فضل بدينهن أنصار دمر كادو أشد تصديقا لكتاب الله تعالى، وإني ما رأيت مارك أفضل من نساء الأنصار واحد دمر كأنصارات كفضل بدن وأشد تصديقا أقر من بدن لكتاب الله كتاب كإلهي، ولا إيمانا بالتنزيل، تنزيل كنا وقرانك عد أقى إيمان وين دمر كأنصارات مانا أرق كده من قصة بيسود ريشتي عائشة رضي الله تعالى عنها. لقد أنزلت سورة النور بل السودة جي بيتري، سورة النور وسورة حوالا بدن كهذا الشا حديث الإفق قاعد وهذا الشا هي أحكام تدمر ك هي قريها بقى. لقد أنزلت سورة النور بل السودة جي وآية سورة النور وحكم إذا هيد وليضربن هساران دمركو بخمورهن شلمضه هذا يا قرب صارتو ذا هساران على جيوبهن قورو هذا وبرغو رجهلي دو حيث مجرى دمركو قبل دو مثلا شلمات دا ذا يا قرب صارتو ذا سيد عمامة دا رقو يحدان كل يحدان جرين ملكو حالو يري قوقاري قوريهن ايو ملكا حق دمها كسارينا يعني لكن جلكي نقوال قرية ولي يضربن هساران بخمورهن شلمات هذا على جيوبهن جيب مركو انتن قورتا دركا لغا سو ساري يعني حقا هوري مركا ادو قورتا ايالو كوكا اي داسي سو دكتو اية الحجاب محال دعاي انت بايش ملوح نجح شغاي وليضربن بخمورهن هساران بيتري على جيوبهن اية داسي مركا سو دكتو محال دعاي انقلب وحال نقضي رجالهن رقودي دمركي أنصار رقودي إليهن النقدين محي سمعين يتلون عليهن وحي كد الأخرين ما أنزل الله إليه محي إلهي سود صلح ذا ويتلو الرجل ننكو وحوكو أخرين على إمرأته ناكتي سيبو كد الأخري وحي إلهي سود جي حجابك وابنته يا قبله سين إيا وأخته ولا شيء إيا وعلى كل ذي قرابة دمرك قرابته هاي ونضب كد الأخري وفيه جهد النساء دمرك دلال كذي بهلكن كجرا انظر وناكتيسي وقبلهسي وولا الذي إيا وحي قرابيه نوري مركا توحد كجران دمرك سيد لو دلال الجري مركا محيط عائشة فما منهن امرأة إلا قامت وحي أكعضي إلى مرتها درك هذه يا مريه هذه المرحل مرحل يعني وا دركيدي ادigu in naqshadeysna dharkeedii naqshadeysna ay tola ayay naqaystay u kacday maxay ku sameeyeen fahtajarat bihi wa isku wala hijabeen maxay isugu hijabeeyaan tasdiiqan ruman ay rumayn hayaan iyo wa iimanan iiman ay rumayn hayaan bima wuxuu ilaahay quraankiisa ku soo dajiyay fa asbahna وحي وبريستين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام دبدي صلى الصبح صلاة الصبح أي الله صوّل كعي ومقال ذي مدينة أردن دمر كيو سداءها محتجرات حجابا
كأن على رؤوسهن حد مدي دمرك أنصارد ماذا حاضي الغربان إن قنبار يو أي سارنهن مرولا مدو أي ماذا حكا ولا سارنيد أي سكسو ولا حجابين أي دو حد همين دي دكتي صلاة دي سبحانه وتعالى دمرك وحد مدي سي إن قنبار ماذا حكا ولا سارنهن يعني مرولا مدو يو حجاب اللغوصو ولا دعي. ورواه أبو داود بحديث كوري من غير وجه عن صفية بنت شيبة به كذا في التفسير لابن كثير مركض دمرك وإن لقد ذاله. وأخرج ابن أبي عن مكحول قال حير جاء الشيخ بأي ابن كبير أداء هرم آد أسيوين قد سقط أضيقا وحادا معي حاجبا حجبه بكسو داتي على عيني يعني وينو حكاق بحجبه بكسو داتي أو intay noqdeen in san iyo harag ay indhaha ku soo dhicin faqala adigu xiri ya rasuulullah anu waxaan ahay rajulun gadar gadri layimid ya khiyano wa fajara fujurna layimid ya xumaan oo walam yadaan ka tagin haajatan dan wala daajatan haaja iyo daajo isla macno wax isku dhaw yani waxba aan ka tagin حق أه إلا تطفها وحو كوغوستي حق مجرو غعنت إذن كوقاتي يعني حق در رأهان ولو قسمت خطيئته ننكن هدي دن بيجي سلو قيبيو ننكو شيقن واساقي بين أهل الأرض وحارولك كنو الأردن هدي دن بيجي سلو قيبيو لأوبقتهم نار بيكو وي هلاقيسا ونار بيكو ولقنين لأوبقتهم يعني لأهلكتهم مرك أحواشي ذي واسد أسي فهل له من توبة واحتوبها رسولك إلها يوم عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري أأسلمت ما إسلامتي فقال وحيري أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري فإن الله غافر لك إلهي وحكور آفيا غدراتك غدرقاك إيا خيانة ذادي وفجراتك إيا فجور يذادي ودنب إلهي كور آفيا ومبدل وحو إلهي أبدلي سيئاتك حمان تاذين حسنات أي إلهي أبدلي ما كنت كذلك انت بطاعة كسوك انتهي. فقال وحيري يا رسول الله نكي بقادم واي وغدراتي وفجراتي هبلا إيدا في غدرات كيغي غدر كيغي خيانة دي حمان تايدين. فقال النبي وحيري والورد والغورد آفيا وغدراتك وفجراتك والغورد آفيا. فولى الرجل نكي بدبجي دي ككعي مجلس كنبي عليه السلام أسقي يكب ويهلل الله أكبر يا لا إله إلا الله كل واقية أي مجلس ككعي ودبجيدي. وأخرج الطبراني من حديث أبي فروة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحير أرأيت رجلا بل كورا ننك بارا هيا ننك ورا عمل الذنوب الذنوب سميي كلها دمانتت دم بكستو كردعي ولم يترك متجن حاجة ولا داجة وحقها أكتجن مجرو إلا جعنتك قوستك فهل له من توبة. فقال النبي وحير عليه السلام أسلمت؟ فقال وحير نعم. قال وحير النبي عليه السلام فافعل الخيرات ونقل إمو واترك السيئات حمان تنكتك فيجعله الله لك إلهي وحوكا قدقي وحا خيرات كلها فيجعل الله لك خيرات كلها حمان تاذا أعطان إلهي خير بكوكو بدلي. قال وحيري وغدراتي وفجراتي محمان بلوبد وحما وناك بلوبدلي يا حمان تاذا أيوم فجور كيغا. قال نعم فما زال يكبر حتى توارى إلى أولبدي الله أكبر تنبسي وذي كذا في التفسير لابن كثير. وأخرج النبي حاتم عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري جاءتني امرأة ناك با ايتمد بويري وابو هريرة فقالت وحيكو ايغو تري هل من توبة انا قو توبة ملايه ابو هريرة
ودنبك قشوا محي إني زنيت وان زنيستي وولدته وانا عندلي وقتلته كذب نوان دلي فقلت أبو هريرة وحيرو حنكوري لا واحتوبة أهل الله ذهي مجرتو ولا نعمة العين ولا كرامة يعني إيش هذا النعمة ما أردت كرامة بيلا يعني واح كرامة واح توبة أهل الله ذهي مجرتو ساسان كوري بيلي فقامت ويكا عذي قبلي وهي تدعو بالحسرة يقول هوق يهلاك كرد واقيسا ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة الله وسلامه أيان لتو كذي الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها أحواشي بنسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت وحاتري أي أبو هريرة بلا يلي أما كنت تقرأ هذه الآية آية ميادا أخرين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب إلا من تاب ميادا أغين فقرأ أبو هريرة قبل دون دون سرس عطاو هلي آية بكد الأخرين فخرت ساجدة سجود بيد عضي وقالت حيتري الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وحام هذا الإله مخرج إيالي محنة ذا كجري مخرج إيالي هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي رجاله من لا يعرف وقد رواه ابن جرير بسنده بنحوه وعنده يعني عند ابن جرير فخرجت تدعو بالحسرة وتقول يا حسرتاه بيتري الله هو جاي أخلق هذا الحسن وناجن يقرح ذن إجتها لما وحى الله أبوري للنار أقولك أبوري لك يرى توبة ملهد يعني وناجن يقرح ذن دلاكن يقول يا لما نار بالله أبوري إساس إسلاه وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبها أبو هريرة دون دوني في جميع دور المدينة مقالوا ينكي مدينة أردنبوك دون دوني فلم يجدها منهل قبردي فلما كانت من الليلة المقبلة همينكي لباد جاءت ويؤتمت أبو هريرة فأخبرها وحو الرمي سقنا بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو النبي صلى الله عليه وسلم ويري فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة توبنا إسيي مما عملت وحنسميي وأعتقد حي حريسي جارية كانت معها ناق أدونها إلى هيد إيا وابنتها قبل الذي بي حريسي وتابت إلى الله حق إلهنا ويوصون نقطي كذا في التفسير لابن كثير قصدا وحي نوع الدين هورت الدين حريص إلى أنت إلى أكتحي وقفك دي دم بدون هداد قشد إلهي أمباك أن حريص بدن دم بيؤون إلهي لا في المجرو لأنك بقولك أن ندلي واتقران هيسان وح دم بلا قران أنت أقوين واردقر يديق لداديو تاسي وامد طلبات إنه نوقفك فتوى دكو دك دقين وده أبو هريرة يمكن أعرفتان استعجل ودك دقي لكن ما كان النبي صحيح عليه الصلاة والله والسلام لكن فإذا يدنا كريه كجر لكن الله شاكي قلت كيسي إنه قلدن يهي فتوى دي سينا أي قلتها يقول كي الله شاكي مونا كسي أتكيسنن كمت ديرنن ما أنت واحد جروا محي ديرنن باجرت وقفك إنه قلت كيسا كبسو النقنن هدوح مثلا فتوى ذا أما محمد اللي ما دو وحين أدوغتين وقلت نقضو إن قلت كسو نقطة يوى شرف إن أنوان قلت ما ترد يوى شرف إن وحويا أد إسا سحذاي وشرف ويا لكن لبك هو محي وقفك مركو كسي دير هذا قلت وكجرو وترد أن أنوغو يعني إن نقشة مركا ديدو ومصيبة تاسي مركا هدي قلت أدوغتش سيدة أبو رير كرو أولوغو سوحو أقبل ونصيحة هذا قادو هداد قادو ويننا معنى وحيقل أنت دوا كبر كبيرك وحكرا معهم وبطر الحق وقمت الناس حق أوديده نصيحة أوديده وحب الله إما شيكرا أترى هذا هو الكبر. قال رحمة الله تعالى عليه وخرج ابن إسحاق عن أبي الحسن مولى تميم الداري قال وحر لما نزلت
كل كي سود دكتي. والشعراء أبوان نذا يتبعهم وحراع الغاوون الضالون تتكبر ذا همج كقوة ساعات بعض وضع. جاء حسان بن ثابت بايمد وعبد الله بن رواحة يمد وكعب بن مالك بايمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون يقوئي. قالوا وحيرين قد علم إن شعراء قل كويلاي آدن سود جنه إن أبوانا نهيلا ويسكرن هي قبيال. فتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا بالهيل وعملوا الصالحات أنا شريتهم الغاون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي حيري أنتم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإذنك وذكروا الله كثيرا. قال النبي حيري أنتم وإذنك وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا يعني قرقار طلبا من بعد ما ظلموا. قال النبي حيري عليه السلام أنتم مركا شعر كان شعركم إيا قبايقو كل بواويح اللو أذيك سدون هذه خيرنا لو أديك سدو دوا خير أمبو نقن هذه شر لو أديك سدنا شر أمبو نقن هيا مرك حسنه حسن وقبيحه قبيح حمان تيسنا وحمان وناقسنا وناق. بل نبي عليه السلام حسن يرجن أدب واستخدام الجري وقال ده النبي عليه السلام أدب وجود دفاع الجرين مرك شعر كان يمانسو ينكون واسدا أمبا لأورن لكن أستقوا وحا حاران أها وليبا مذهب كإمام الشافعي عليه رحمة الله حاران دي مغ أذك وليبا أهم حي آلة المزامير موزيك وحن براحن لقر قراعي حالي رتا موزيك وحاس أستقوا وحا حاران ويان حتى علماء يقولون إيبكو دو مبنانا عنتوضو دو مبنانا وحاران قطع خمر دك مدرنا ويعني كمدو وحاسي ووحن دي حالهن. لكن هذا الكو اسك كليغي اها دبما لا اسغو مانسدو كليغي دبما لا شعر كو كليغي دبما لا بران بركو ميتين كليغي دبما لا لكن وا برهن اي غرغرا عيان يو ان الات الطرب وحيالها ويا وحيالها حارانت ايدو اي وليبا علماء الشافعيه ايغو اي ميل دير اي كتاغن يين وحا كلو ايدنو حاران اها رج يو دمر اسكو دحجرا ايدنا وحو اختلاط كاسي اسنا وح بنان ما هو حارانا. لكن دمر كودي كلي جوديهين دواسير رجع كلام ويسو هسي كران ويسو محن كورا هذا قبي كران لا كلي جود مر كيهين رجعنا وكلي جود مر كيهين يردب ملأ. لكن رج يدمر دب كذا لكن ده ما أنت هدي حارة ده اليوم يعني وحكي صيحت كيسي بوردا في رج ما هانة تلفزيون كسب بحياني يجو يقاون أو حالتهم حالة كل لكن قبي جوا أنت عن شيء هدي وناك لو استخدامنا وناك دي حمان لو استخدامنا وحمان. لكن واجبك أن وذنين محي موزيك أن وذنين. لكن حتى ما أنت قصائد كبار كسنبي أمانك عليه السلام حالة قليه موزيك مراكن كلا قليه نبي قول الله ماني ووحوين عليه السلام. لكن دم حاق الربية وعلابتن كلا كرد حوضان وحدن بي حاران كرد قيسا وحدن بي حمان هيسا هدي كوكف طومي لهايون المثل النبي أمان تيس عليه الصلاة الله وسلامه وين علابتن كلا دحق ليين أما الدربان أو جيران مثلا أو كلي لا دحق لين لهذا ما لهذين. قال عليه رحمة الله تعالى قال أنتم أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الحسن مولى بني نوفل بمعنى ولم يذكر كعبا كما في التفسير لابن كثير وأخرجه الحاكم عن أبي الحسن بالسياق ابن أبي حاتم وأخرج أحمد عن عطاء بن السائب قال حير كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي مركي يقوه الرئيسين إسبراني وحي أهيد رأيت حارك شيخا أضيب أن أركي أبيض الرأس مضحد إيا واللحية مضحد أو تمعد على ندمر مركي حنها لما رسدائي إسنا وحويان هداد مرسطنا ووناك هداد مرسن ويدين ووناك وإسكم ميد أضو مرسي أضو المرسنين هداد مرسطنا وحسن هداد كتكتنا وحسن وهو يتبع جنازة أضيقا ماذا حاد ماركي أضيقا عضو جنازة بالصعودة فسمعته يقول حدثني فلان بن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله
قفك جعل ذي لكلك إلهي أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله قفك كلك إلهي نعم كره الله لقاءه قال وحير الراوي فأكب القوم جماعات كما حب اللابين يبكون إني أويا فقال وحير ابن أبي الليلى ما يبكيكم حيث كؤوهن هيا فقالوا وحير إنا نكره الموت وكان إلهي من كره لقاء الله نكون ونعنا قيردا قال وحير ليس ذلك ولكنه إذا احتضر سيدا ماءها أدمو الدين لكن إذا احتضر قفك مركي لقبته أي نفتك بحضه فإن كان من المقربين هدوياه فروح عذر باو سقنادي أدقون إيا وريحان إيا وجنة النعيم يعني أدق إيا الراح فإذا بشر بذلك كل سيدا الله بشار يوقف كان جنة أحب لقاء الله بجعلان هيا ومن كلا هذا أنت من أهل الجنة أي الجنة دي لقاء الله الجعلان والله إلهينا للقائه لكل كيس أحب وأسق كسي جعليه وإن كان هدوياه من المكذبين الضالين فنزل من حميم وحاوسقناتين نزل حميم وكلل يو تسلية جحيم فإذا بشر بذلك كل كسال لغو بشرية جحيم تايا نارتاس كريها وحكرها لقاء الله والله تعالى للقائه أكره سقو نعيان ولا لكل ما إلهينا انتو سقو نعيان كبدا موسي نعيان سركان كذا في التفسير لابن كثير واخرج ابن جرير عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال الحير لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق قاعد فبكى أو بكى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر قال الحير يبكيني هذه السورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم مركا نبقى عليه السلام ان حديث كان يا حديث هورا سو دفنه نو انا وكلاه صحابده لو دجين هيي عواطفتن يا حماستن كعدي عبسدن غشاي بو نبي عليه السلام كو دجين هيي من كاسغور لولا انكم تخطئون هديدن ايدينكو قلدنتين ايدن غفلا ايماتن وتذنبون ايدن ذنبابتين فيغفر الله لكم ان الهي ايدين دافن لا خلق الله الهي وهو ابور لها امه بو الهي ابور لها يخطئون قلدما ويذنبون الذنباب استغفار لي ماذا فيغفر لهم مرك هذا لا نوع عنها الصحابة ذا لوجود الجنهي أحاديث النوع عننا إن عوام لوجود الآخرية ما قف دم بيسوق بكوس يرده حجرا سيد دبرنا كلك أنت دبر كأدري ليسو وحي ويسير دجن هيا مرك أحاديث النوع عنه كلا دد ملها خواصها والروحانية دو آد وكعسن تاي أي الصحابة ذي كلام بلوجود الآخرية كرا لكن أمة عمل كده بودم بيهاي سيد ما أنت جرت وكله أحاديثنا عنها لغو مد الأخرى كذا في التفسير لابن كثير وأخرجنا في الدنيا وفي البعث وأبو الشيخ في السنة والحاكم في الكونة والبيهقي في كتاب عذاب القبر والأسبهاني في الحجة وغيرهم عن عمر قال وحير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر كيف أنت كوار عمر إذا كنت مركض أهاتو في أربعة أذرع من الأرض في ذراعين ميل قدها وأفر حسل دنكا كأها دنكا كنانا لابا حسل كأها كل كهالكا لغو ديغا كوارن وقبرغا ورأيت أذاركت منكرا يو نكيرا كوارن بالحالة دادو ما نكا سينقون كم أنت غريب يعني ضعيف فقلت عمر حير يا رسول الله وما منكر ونكير وما منكر ونكير قال النبي حير فتانا القبر وين والقبر جا لبضدك فتنة ذي امتحانا يبحثان القبر قبر جاي قضان بأن يابهما معيه ذيك قضيان ثم دارن ويليهنا ويطاعني وحي كجوكسن هيان في أشعارهما ثم دار وإلى اللغة حك قبان هيلين كجوكسن هيان داروا حتى مك قبان أصواتهما لبضوضع يعني عدكوذنا كالرعد القاسف كالرعد الهالك يعني واحد مدى الرعد رعد قوام حي أنكد يعني قاسف هالك يد مدى عدكوذا وأبصارهما اندهوذنا كالبرف هلعبد مدى خاطف يعني اندهك قاضية معهما وحيوتان لبضانن أما لبضان ملك مرزبة صبرت أيوتان يمطرقت لو اجتمع عليها أهل منى
dadkan mina joogay xujaajtii haday isku dayaan inay qaadaan lam yutiqu rafcaha ma karay inay kor u qaadaan laakiin iyaga miya hiya aysaru calayhima min casaaya haadihi ul yar oo nabigu tabuuri calayhi salaatu wasalaam dhaqaajiyey yani iyaga way ugu fududahay maxay bakooradaydan yar وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصية يحركها فامتحنك كورن عمر مركي لباس امتحان كاقادان فإن تعاييت هدي امتحان كااد هرئ وقرن ويدو جوابتي هرئ وسوساري ويدو أو تلويت أما أد أرققح ذو وإضطراب كوكو دعوية أرققح ضرباك بهما ويكوكو قراعيان هذا جوابتي هرئ وسوساري ويدو ضربة بيكو قلو فانا ينتصير بها رمادا كاد لغي سدن بس هذا ندي بيكو سوان علينا عمر ماذا قال قلت يا رسول الله قلكو امتحان كاسر دعيو وانا على حالي هذه مسيدن امبان اهان عقل لغي مير كيغي مسيدن بان سو جوغي قال نعم قال محوير عمر محي إذن أكفيكهما أنا إذن كغلان هيا لباداس عمر أثر كان حافظ بن حجر عليه رحمة الله كتابه المطالب العالية وحويري سنده ثقات يعني هو أثر سند كيسو يهي محي ثقات يعني هو مقبول مركة تاوحي كتوسة عقل لغا عمر قبر لغا ولي بقصده يسوق السياع دين هيا قال كذا في الكنز وأخرجه سعيد بن منصور نحوه وزاد عبد الواحد المقدسي وحو زيادية في كتابها التبصير فقال حير والذي بعثنا بالحق والذي بعثنا بالحق نبيا قالك عمر انت الشيقي بو نبي كيري والذي بعثنا بالحق نبيا من كرد أرتي لقد أخبرني جبريل أنهما يأتيانك إن يكو إمن هيان فيسألانك ويكو الدين فتقول أنت الله ربي فمن ربكما أنا قال من ربكما كده وعد كورن أنت الله ربي إذنك من ربكما قل كنبي ويديان ومحمد النبي فمن نبيكما والإسلام الدين فما دينكما فيقولان وعجبا ما ندري نحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت إلينا ماذا نلاقى صادرا مسه مسه هذا نلاقى صادرا أثر من الحجر وأنا كان مغلش سنة كيس نولي هاي وقوي وحين كنت تسعى رجا لماذا يا عقل ذاتك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القبر عقلي لكن انت لاك جريد النبي حلقا مري يا هذا قبر قساسو يا ملاك تساسو سيعلن يا ملاك تبقى يا بنا يا كل ماذا مسانك رسول مسانا ماذا شقد مسانك ودنا عقلي لكن انت لاك جريد النبي عليه السلام وقاد كروي قال عليه رحمة الله إذا كذا في الرياض رأيت وأخرج ابن عساكر عن أبي بح عن وأخرج ابن عساكر عن أبي بحرية الكندي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه عثمان بن عفان فقال عمر بايري معكم رجل نبا إذن لجوغ حلقا لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد عيدا لن هدي لو قيم لها إيمان كيسا لوسعهم يريد عثمان المعفر رضي الله تعالى عنه كذا في المنتخب وقد تقدم في صفة الصحابة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما حين سئل مركي لويدية هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال حير نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال وقول عمار باهور مري في تحمل الشدائد بانكو صدافني إنو يري أجيد قلبي مطمئنا بالإيمان حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجيد قلبك مركا امتحامين أي قال لمدكو كردين أي عندما أخذه المشركون فلم يتركه مينكا تقن حتى ذكر آلهتهم بخير إلهي ذيب أماني كد من واكين نبيك عليه السلام مركا كيري كيف تجيد قلبك أخرجه ابن عين في الحلية وابن سعد عن أبي عبيدة وهكذا أخرجه عنه ابن جرير والبهقي كما في التفسير لابن كثير وقول أبي بكر باهر مري إسنا أنصر دافني في الاستخلاف أبي ربي بيري أو بكر أبي ربي تخوفونني ومركو أو بكر سكرادي عمر الديبي أيكو يري كل كسحابة كيرة هذين عمر هن أقول مواددك هاي أبي ربي تخوفونني ما إله بعد يقول عبس الجرين هيسن أقول وحن إلهي كؤرا اللهم استخلفت عليهم خير أهلك ساسا كؤرا دنا وفي رواية أخرى
لا أنا أعلم بالله وبعمر منكما عمر إله عمر إله يا عمر بأنا أنا إذن كأقانا وحبي أقول عبسي قليننا وقول عمر رضي الله تعالى عنه بان سورة أفني في قسم جميع ما في بيت المال كل قيبية أمانات كوحية لي للرجل الذي كلمه في إبقاء المال نبكر ورحولها وحدق للعدو أو نائبة أما مصيبة يا إيمان دونت أما عدو با إيمان حولها نظر بحس عمر وجوجي واسقي عمر كيري جرى الشيطان على لسانك عربك هذا الشيطان باكو هذلي لكن لقنني الله حجتها شيطان كوحا وعربك هذا السومري حجة ذي الجواب تذيب إلهي إيري ووقاني شرها إلهي بيقال لي كريم دا شرك هذا أعد لها وحان أديار عدو قيّة مصيبة دبا ما عد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو نبي أديار عدو قيّة مصيبة أوام حيو حاسي طاعة الله ورسوله ولكن يكدر دعسين تيمان طاعة إلهي إيا طاعة النبي عليه السلام مصيبة لغاقه هرتقا أما بلايا لغاقه هرتقا أما عدو إيا قالو يا طاعة إلهي يا رسول كيس الله جهر تجاعد كذا دعسنت يواي فعليا وفي رواية أخرى حلو والله لا والله لا أعصين الله لغد والله بير لا أعصين الله إلهي ما أنت أم عاصي يوم لغد بري أوجد يعني حولها ما يسنى برين إلهي بلا ذي وحي مدين إلهي بليه وفي أخرى وعد لهم تقوى الله بن الديار أعد لهم تقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية وقول علي في رغبة الصحابة أي أنصار ابن في الإنفاق لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منهم بما في يده عندما أراد الصدقة على السائل مركو دونين سائل كواسية وقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما تركت 6 دراهم للدقيق حماشة للح درهم ودقيق وتكتي وقول عامر بن ربيع عن سور دافني في رد المال رد المال بابكاس لا حاجة لي في قطيفة في قطيعتك إنه يري لا حاجة لي دنك مليه في قطيعتك جغدنا نسيسا لولكن نزلت اليوم سورة باسودكت أذهلتنا سورة داسو النغم مشغول سي عن الدنيا اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون وتقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أسيد بن حضير من فاضل الناس بوها فكان يقول حور جري لو أني أكون كما أكون لو أني أكون هدان أهان لها كما أكون محل حال حالات كقاركد أما ميلها قاركد مركن جوغو سيدانا هدان أهان لها من أحوال 3 أحواشاس أو صدح ميراد يعني صدح ميراد مركن جوغو سيدانا هدان أهان لها لكنت من أهل الجنة أيان أهان لها وما شككت في ذلك حين أقرأ القرآن وحين أسمعه مركن قرآن كم مقلو يعني أنا أخرية أما مركن لقد الأخرية سيدانا هدان أهان لها وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قطبة ديس مركن دقيستو سيدان نقضو هدان كجري لها وإذا شهدت جنازة أما مركن جنازة كقيب قلت سيدان نقضو هدان نقل لها فما شهدت جنازة قط أفحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها يعني ولي جنازة كما قيب قلن ونفتد عقوم الشاكينين إلا نفتا وحلقو سمين دونو كل كي قبرق لغرق وحانهين يوما هي صائرة إليه وحي نفتا نكودن بين دونتو أخرجه الحاكم با سوري وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الذهبي صحيح قصدا من مجلد كيلوات بأنه سورة سند كوري مسا سند كان مسا كيوري كان بوا الحمد لله يعني والير حسوسيا كل يوكا باب كي كوباد كتاب كان الكاسو كردا ماضي وحكو ليرنا كوبا ما قرأتي كنا دائما كبلاو دو كو كبلاو أدو كن كي جيغو ميس أركي علمكونا دوائدين كاركاون ومالين مالين لغو داري كتاب كاسو دمالين مدى أركي دونتان ننكو إلهي جارسيو إلهي نور دبياريو وحميم كي لكن وحويان إناد باهيدان دارينتو أو أولويات كاغا كتاب كان آد كردكتو كان يقول خطيب البغدادي عليه رحمة الله
لا ينال هذا العلم إلا من أحرق بستانه وغلق دكانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. كم بعلم جهلي إلهي نوفر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.